النهارده باجتماع مجلس الوزراء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي والقرارات الخاصه بالزراعات الاستراتيجيه. بنتكلم على ذره، بنتكلم على صويا، بنتكلم على عباد شمس. ماذا عن ما جرى اليوم والقرارات اليوم والهدف من هذه القرارات الان؟ لاول مره في تاريخ الزراعه المصريه في اربع منتجات زراعيه هيتم او ستقوم الحكومه او اعلنت الحكومه سعر ضمان لها، وستقوم الحكومه بشراء المنتج من المزارعين بسعرها بهذا السعر، سعر الضمان المعلن. يعني ايه سعر الضمان؟ ده سعر اعلنته الحكومه اليوم من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، سعر محدد للطن من كل سلعه من السلع الاربعه اللي هي الذره البيضاء والذره الصفراء وفول الصويا والعباد الشمس. ايوه. ليه الاربع سلع دول؟ لان احنا محتاجين هذه السلع الاربعه في منتجات الاعلاف وفي الزيوت، وفي الاثنين احنا عندنا مشكله حاليه، مشكله الاعلاف، بنستورد يعني منتجات مواد خام للاعلاف، والزيوت طبعا تاريخيا مصر بتستورد فوق 90% من احتياجاتها من الزيوت. كويس. فبدل ما نعطي الدولار للخارج، للمزارع الخارجي، للفلاح في الخارج لشراء هذه السلع من الخارج، لا احنا قلنا نشجع الفلاح المصري ان هو يتوسع في زراعه هذه المنتجات الزراعيه الاربعه، بان احنا نعلن بشكل مسبق قبل موسم الزراعه، لان الاربع حاصلات زراعيه دي لم يتم زراعتها بعد، لسه الموسم يعني الزراعه لم ياتي. كويس. فالفلاح هيدخل الموسم الجديد بنشجع. وهو يعلم مسبقا، يتشجع طبعا بالفعل ويعلم مسبقا ان اي كميه سينتجها الدوله ستحصل عليها، ستحصل عليها، ودي نقطه مهمه جدا، ده مش اجبار برضو، ستحصل عليها ان اراد. طيب لو انا محدد سعر الفلاح مثلا للذره البيضاء 9000، وفي تاجر او اي مصنع قال له لا انا باخدها منك ب10، مفيش اي مشكله، انا بسعر الضمان بأضمن للمزارع ان هو مش هيبيع السعر السلعه باقل من ال 9000 اللي هم للذره البيضاء على سبيل المثال. كويس. لكن مش ده مش القمح مثلا هجبره ان هو يورد للدوله. يعني بكررها مره ثانيه، هتزرع هذه الحاصلات الاربعه ولا اجبار عليك في توريدها للدوله. كويس. يعني توريدها اختياري محض، هذا ليس قمحا. كويس. لكن يعني ايه بقى سعر ضمان؟ معناه ان انا بضمن لك كفلاح وكمزارع ان هذه المنتج الطن منها لن يباع باقل من 9000 للذره البيضاء، لن يباع باقل من 9500 للذره الصفراء، لن يباع باقل من 18000 لطن الفول الصويا، ولن يباع باقل من 15000 لعباد الشمس. تستطيع انت كفلاح وكمزارع ان انت تورد للدوله، او تستطيع ان انت تبيعها في القطاع الخاص. مين اللي حط الاسعار وبناء عليه عمل لنا التقييم ده؟ الو سعادة السفير. ايوه سامع حضرتك. الاسعار اللي حضرتك قلتها التقييم ده تم بناء على ايه؟ يعني مثلا يعني لو خدنا الذره على سبيل المثال، الذره كان قبل الازمه الروسيه الاوكرانيه، وده كان يعني في حديث النهارده مع حديث جانبي مع السيد وزير الزراعه، كان بيباع بحوالي 4000 جنيه للطن. فحاليا احنا وضعنا سعر استرشادي 9000 جنيه للطن، نتيجه ان احنا نحن نعلم ان في زيادات في السعر العالمي ل هذه السلع، وايضا هناك زياده في تكلفه الانتاج على الفلاح، وزياده طبعا تضخميه يعاني منها الجميع سواء فلاحين او غير فلاحين. فحددنا هذه الاسعار اسعار ضمان، وقلنا حاجه مهمه جدا. طيب اثناء التوريد نفسه لو سعر البورصه كان ازيد من سعر الضمان، فهل انا كحكومه هشتري بالسعر اللي انا محدده ولا بالسعر الاعلى؟ قلنا هنشتري بالسعر الاعلى، بمعنى لو سعر الضمان اللي انا حددته للذره البيضاء 9000، لكن سعر البورصه ساعتها مثلا كان 10000، فانا هدفع للفلاح السعر الاعلى اللي هو سعر التداول في بورصه البورصه يعني الصناعيه في هذا التوقيت. المصلحه في النهايه هتكون للمزارع او الفلاح، انا بديله اعلى سعر حتى وقت التوريد زي ما حضرتك بتقول في سعر ازيد هديهوله. لو في سعر ازيد يعني هعطيه له، ولو السعر قل مش هنقلل، بمعنى لو نفترض على سبيل المثال جينا وقت التوريد وكان سعر الذره في البورصه اقل من 9000 وانا كنت محدد سعر ضمان 9000، لا انا هشتري من الفلاح ب 9000. كويس. لو حتى لو السعر 8000، حتى لو 7000، ايوه، حتى لو سعر الذره في البورصه 8 و7، لا انا هشتري من الفلاح ب 9.